السجن، ايه رايكم في السجن؟ هو ممكن ما اكونش انا غلطان واخش السجن ظلم ويبقى ده خير واقول صنع الخيرات؟ امال صنع الاشرار يبقى شكله ايه؟ واحد قابلته انا في السجن، قابلته بنفسي، قال لي كده اروع حاجه ليا حصلت في حياتي انه فرغني من كل اللي بره عشان يستفرد بيا واشوفه. ياه، على فكره هو اول ما دخل السجن عشان اكون امين ما كانتش دي حالته، يعني في اول زياره بعد 3 اشهر كان في حاله من حالات الانهيار، وبيتكلم على الصرصار اللي طوله 15 سنتي والبشاعه والدنيا والضيق، وانا ايه اللي حصل فيا، وانت عارف ان انا ما غلطتش واتخذت في رجلين واحد تاني من المسؤولين. يعني عشان يوصلوا للمسؤول ده لازم شويه معايا يعني. لكن بعد فتره لقيت نفسي فاضي فقلت اقرا الانجيل، وبعد فتره ابتديت افسر الانجيل، وبعد فتره كل المسيحيين بقى عندنا اجتماع يومي بنصلي فيه غروب ونوم وناخد درس كتاب. هو بعد 3 سنين خرج في النقد، يعني المده كانت اكتر من كده، عبل ما جه دوره في النقد خرج. عارفين وهو بيخرج قال لي ايه؟ مسكني من كتفي كده قال لي هتصدقني، دي كانت اخر زياره، هتصدقني لو اقول لك مش عاوز اخرج؟ قلت له ايه؟ قال لي خايف اللي لقيته يضيع مني تاني. السجن اللي انت كنت شايفه شر، وبابا ازاي يخش السجن؟ كان شر؟ كان خير، لانه لقى فيه المسيح وعرف المسيح وخدم المسيح وبقى يعمل درس كتاب وهو ما عندوش فكره عن اي حاجه، بس بقى ربنا يتكلم. بولس الرسول يقول اشكر ربنا وهو في السجن. اشكر على السجن انا ليه؟ أن أمور الإنجيل آلت إلى التقدم، يعني 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 الناس لما شافتني أنا مثل مسجون عشان المسيح شدت حيلها أكتر، ما قالتش ربنا عمل كده، ده بقى موتيف، بقى دافع إن كلهم يشتغلوا ويكرزوا بالإنجيل. لما بولس اتسجن في ناس ابتدت تبشر أكتر ما كانت معتمدة عليه، فبقى في خدام كتير مش خادم واحد اسمه بولس، وفي ناس ما كانتش حباه فقالت فرصة نبشر احنا. حلو، قال فرحان قوي بالسجن لان دولة بيبشروا ودولة بيبشروا، وانا ايه اللي يبسطني غير المسيح سواء انا في السجن او برا السجن؟ مش الناس بتيجي للمسيح؟ هو ده اللي فرحني. يوسف كان شايف اللي حصل فيه شر، امرأة بتشتهيه وهو بيهرب منها، وفي مرة من المرات عملت له الخية ونصبت له الشرق، وبعدين هرب منها بصعوبة وصوتت وقالت كان بيحاول يعتدي علي، ودخل السجن. مش شهر ولا اتنين، سنين، أكتر من 10 سنين. كان ده شر ولا كان خير؟ من بره شر، لكن لما نعرف التعويض كان شكله إيه وإزاي كان تدبير ربنا أن ينقذ المسكونة ومنها أخواته وأبوه من المجوع والموت.